كنا عم نشتغل كل قطعة تمر منحطها لحنا بالكيس، كنا عم نقول معها حب حب، كل شيء حب فيها كان. مرحبا واضح، أنا ميريام من الصف السابع. حبينا أنا ورفقاتي نعمل مبادرة اسمها شهر الخير. حبينا كتير هيك تكون مبادرة صغيرة، حبينا نوزع تمر على العالم ومبلغ مادي صغير. أنا ورفقاتي جمعناهم من مصروفنا وأهلينا ساعدونا بكتير قصص، من تغليف التمر وتوزيعه. كتير كنا مبسوطين بهيدا الحملة لأنه هي حبينا نساعد أولاد البلد. مهما كانت الظروف بسوريا، بس نحن عم نثبت لهم للعالم إنه نحن بنقدر، إنه فينا نطلع أكثر. أنا ميريام قائدة المبادرة. لما بلشنا تنظيمها لحنا حوالي شهر، كنا إيد واحدة، كنا هيك عم نقسم وقتنا لدراستنا ولهيدا الحملة لحتى طلعت بهيدا الجمال كله. صار عنا نقد كتير، بس أنا ما هني بقى وكملت هيدا الحملة. أنا كنت كتير مبسوطة فيها، إجاني كتير فرح إني أنا قاعدة عم برسم بس والبسمة هيك على وجوه العالم. والنقد أنا ما اهتميت له، ماما دعمتني، عائلتي دعمتني، عطتني دافع كتير قوي لحتى أكون أنا الشخص المبادر فيها لهيدا الحملة وانزل على الشارع وزع تمر على العالم. الأشخاص اللي كانوا معي هلأ هنن عائلتي الصغيرة مثل ما أنا بسميهم، هنن عائلتي اللي وقفت معي بكتير قصص ومنهم هيدا المبادرة. كنا لحنا وعم نشتغل بهيدا المبادرة، لحنا وعم نعبي بكياس، لحنا وعم نعمل كل شيء، كان الفرحة كتير يعني حلوة. ولقينا من العالم كتير محبة، ويعني كان كتير حلو، كانوا عم يعطونا دافع حلو إنه كملوا استمروا وصاروا يدعونا، وأنا كتير انبسطت بالحملة. بتعرفوا كلنا عم نمرق بأحوال صعبة كتير بالبلد، وطبعاً إحنا أولاد بلد لازم نسند بعض، كلنا إيد بإيد. بتمنى من الكل يعمل مبادرات وننزل كلنا على الشوارع لحتى نرسم الضحكة على وجوه العالم. إحنا حبينا نعمل هيدا المبادرة لنشوف الضحكة على وجوه العالم.